في حالة تقدم إن شاء الله، وأنا أعتقد إن بس هي عايزة مسألة حسم وتفعيل للقانون عشان الناس المتهورين وال يعني فاهمين إن هم هيخوفوا الشعب المصري يتلموا شوية، عشان عيب بقى خلاص بقى العملية سخفت وطولت عن كده. وأنا خايف جدا 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 جدا، مرعوب مرعوب، لأن كان زمان كنا دايما بنقول إيه قبل ثورة يناير، كنا بنقول إيه ثورة البياع، ده اللي أنا خايف منه، لأن دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها طبقة وسطى، الطبقة الوسطى نزلت تحت دلوقتي، في ناس كتير سابت شغلها. بص قطاع السياحة، بص الوظائف اللي عمالين يغربلوا فيها، حتى في الفن شوف كم الممثلين والعاملين في المجال اللي مفيش شغل. طب امال الناس اللي تحت قوي بقى اكتر من كده يعملوا ايه؟ فالخوف من ثوره البياع، يا رب استر علينا وربنا حامي مصر ويا رب تتممها على خير. كان عندك اطلاله مميزه السنه دي في رمضان، خرجنا على اسم مؤقت برده، كان جميل جدا. الدراما اصبحت هي المنفذ الرئيسي دلوقتي في الفن. دي حقيقه. يعني هو طبعا في محاولات شديده من بعض المنتجين محترمين، امثال الاستاذ احمد عبد العزيز اللي عمل اسمه مؤقت، ده كان مسلسل محترم جدا، والاستاذ احمد نادر جلال قام بدور عظيم جدا في اخراجه، بحيث تشتغل مع واحد شغل السهل الممتنع، بتسلم له نفسك تماما، وهو عارف لان هو يهمه العمل بتاعه. ده كان من الاعمال المهمه جدا جدا بالنسبه لي. شاركت في عمل اخر ضيف شرف اسمه الشك، كان اخراج استاذ احمد النقلي، دور صغير ضيف شرف، بس كان فيه لمحه كوميديا كده، الناس بعيد عن الشر خالص 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 خالص، فالناس فوجئت ان محمد مرزبان بيعمل كوميدي. انا مش قصدي اعمل كوميدي، انا عملته دم خفيف بس مش كوميدي، فطلع كده. فيمكن فرصه المنتجين يقول لك اه ده الواد ده ممكن الراجل ده يطلع لا مش كوميدي بس يطلع منه حاجه حلوه، بلاش التقل الظل ده في الموضوع. يعني حابب اعرف برضو يعني العمل الاهم أدرس في حياتك، عملك الدراميه العمل والله طبعا من الاعمال المهمه جدا اسمه مؤقت السنه اللي فاتت. في حاجه كان حاجه طبعا اماكن في القلب، من الحاجات اللي هي استاذ نادر جلال عرفتني اكتر واكتر بالجمهور، عملت معاه حاجه بعد كده ضرب الطيب، ما تنساش الاعمال السينمائيه القديمه ناصر 56 والسادات، دول كانوا من اوائل الحاجات اللي انا عملتها. عليا ويكا مع استاذ محمد النجار عملت دور معاه حلو قوي، قلب جريء برضه مع استاذ محمد النجار في السينما. الحمد لله يعني اعمال مش كتيره بس سابت بصمه مع الناس، وكفايه جدا ان لما حد بيشوفك يعني بيقول لك كلام حلو.